روح لهنيك، كأنه في حدا هنيك. يلا بسرعة. جيبوا مي بسرعة. رئيس خضر، انتو شفتوا غير شيء؟ لا رئيس، دورنا كثير. عرفتوا لمين هالباخرة؟ لا، من الواضح انه نتعرضوا لعاصفة، وهي المرة ضلت عايشة بمعجزة من الله، كأنه عم تحكي فارسي. شاكاز عصتي، مسلموني؟ خدوها لجوا وطعموها. مايكو جي بي باريت اسطنبول بكسر سلطان. لك يلا بسرعة بسرعة، نحن تأخرنا كتير، صار لازم نجهز العشاء. ما شاء الله يا شكري، ما شاء الله. شكري، هاي الحبة مو طيبة بنوك، كأنكم مو حاطين لها سكر. لساتهم بلا قطر يا سمبول. شو صار بالفري؟ بالفرن. اروح شوف ليش تأخروا فيه. طلع فيني، اهتم لي بهاي الأكلة لأن السلطانة هيام كتير بتحبها. يلا بسرعة. يا سمبول، صرفنا كتير وتجاوزنا المستحقات، خايف بكرة يحاسبونا. شو هاد اللي عم تقوله؟ السلطانة هيام بنفسها طلبت منا نعمل هيك، ورح تدفع كل شي من أموال الخاصة. قالوا لي إنها عم تحتفل. أوه، والله قدرت تنتصر على الكل. هلأ إذا بيوقف جبل بوشها بتهده. لك شلون انت لهيتني هيك؟ لا تروح هلا كوثر توزع الذهبات. املي حصتي. ها اوعى تحلم بالذهب قسيس. يسلموا ايديكم ولا يهمكم يا بنات. الله يعوضك. في ذهب بكفي للكل. الله يديمه ويخلي لنا اياها. ورح تشوفوا السلطانه هيام قد ايه رح تعطيكم هدايا. الله يخلي سلطانه هيام فوق راسنا. خدي حبيبتي. الله يخلينا السلطانة هيام. الله لا يحرمنا من السلطانة هيام. الله يخلينا السلطانة. شكرا كثير كوثر. الله دايما بنروح لبعض. الله يخلينا يا يسلموا ايديكم كوثر خانم. الله لا يحرمنا اولاد الامراء. فاطمة خانم، انت شو اللي موقفك هون؟ قولي لي شو عم تساوي عندك؟ يلا على شغلك بسرعة لشوف. شكرا كوثر خانم. العمى وشها مثل الحية. سلطانة خديجة، أهلا وسهلا فيكي، والله نورتي القصر. سلطانة، مظبوط اللي سمعته؟ إبراهيم باشا عامل علاقة مع... لا تكملي ألفت، سكروا الموضوع. شو رح تساوي؟ لا تقولي للسلطان. تركيني ألفت، الموضوع منتي. لا يا سلطانة، الله يخليكي لا تقولي له، لأنه هالشي رح يكون كارثة. خلص ألفت، رح فوت له. شكر لك يا ربي. سلطانتي،
شبك يا سلطانة؟ ولا شيء. شوفي ليش اجيت؟ شفت السلطانة خديجة هون قبل شوي، وكان واضح عليها انه مزعوجة ومعصبة كتير، لدرجة انه حسيت الارض تحت رجليها عم بتهز هز، وقالوا لي انه رايحة تشوف مولاي السلطان. وقالت شي؟ بس سمعت انه هي وابراهيم باشا بدهم يتطلقوا، فهي اكيد رايحة تحكي له الوضع لجلالة السلطان. خبروا للسلطان انه بدي اشوفه. بامرك يا سلطانه. مولاي، السلطانه خديجه بدها تشوفك. خلوها تفوت. خديجة، فوتي لا توقفي عندك. أنا كنت اليوم ناوي بعتلك خبر. تعرفي إبراهيم رح يطلع على الحملة، وبغيابه حابب إنك تضلك عندي. خديجة، في شي مزعوجة منه؟ يا مولاي، أنا بدي احكي معك بموضوع له علاقة بابراهيم. له علاقة بابراهيم؟ مولاي، انا قررت طلق ابراهيم. نهايته للباشا قربت يا سنبل، وحنشوف مين حيجي بعده. مولاتي، يعني اياس باشا رح يصير الوزير الاعظم من بعده؟ إياس باشا ما عندي أي شيء ضده، بس يمكن صعب بوجوده أشتغل الشيء اللي بدي إياه. كأنك يا مولاتي حابة يستلم اسكندر شلبي مكانه؟ والله أنا بتمنى. بس اللي مخوفني إنه كتير قوي وغني، وإذا بتعطي السلطة لواحد بهيك مواصفات رح تضطر بعدين تحاربه لتاخده. لازم حضرتك تقرري لنعرف مع مين بدنا نتواصل. بدي تجيب لي شوية معلومات عن كل شي موجود بالديوان، شو بياكلوا، شو بيشربوا، مين بيصادقوا ومين بيعادوا، يعني حابة أعرف كل شي عنهم يا سنبول. أمرك يا سلطانة، أنا بخدمتك. شو وضع الحرم لك؟ كله تمام يا سلطانة، والاحتفالات مستمرة لليوم. ما بيكفي يا سنبول، طبخوا ولائم كبيرة للشعب ووزعوهم، وشبعوا الناس الجوعانة، وقدموا تبرعات باسمي لدور الأيتام والأوقاف، وبعتوا للبشاوات والمخاتير والأشخاص اللي عندهم نفوس هدايا غالية، وخاصة للسفراء الأجانب، وخلوا كل هالعالم بطوله وعرضه يعرف إنه هالحرم لك أنا اللي عم ديره. خديجة، أنت بتعرفي شو يعني إنك تطلقي؟ شو اللي خلاكي تاخدي هالقرار؟ مولاي، الله يخليك لا تسألني عن الأسباب. بتمنى منك إنك توافق على قراري. أنا لازم أعرف كل شي صار، وإذا كان الحق معك أنا رح أقوم باللازم. احكي لي خديجة. إبراهيم صار له فترة طويلة وهو على علاقة بمرة تانية. هذا الحكي أكيد؟ إيه أكيد، اعترف لي. الموضوع مو شغلة عابرة، لأنه هو يا سلطان
فاتح لها بيت لهالمرة وهلأ هي حامل منه. يا حراس خلوا إبراهيم باشا يجي لعندي فورا. ألفة استني، خلينا نحكي شوي. بدي اطلع على الحديقة، شو رأيك تطلعي معي؟ سلطانة ما في شي لتقولي، أعطيني فرصة لوضح لك. أنا ليش حتى حاول إني أقتلك؟ هو يام ورا الموضوع، مو شايفة إنه هي قدرت توصل لهدفها؟ عزلتني، أنا صرت ما بعرف مين بدي صدق بيناتكن يا سلطانة. بقسم لك إنه مالي أي علاقة بالشي اللي صار معك بالمرة. الموضوع انتهى، الحكي هلأ ما بيفيد بشي. أصلاً في عنا مشكلة اليوم أكبر من هيك. شو صار؟ احكي. السلطانة خديجة قال إنه هو تاركها من زمان وما كان إله خبر إنه هي حامل منه. ممكن يكون صح، بس شو الفايدة؟ عايش معها سنين طويلة بدون علمي، باني حياتي بعيدة عني وعن أولاده. شلون بيساوي هيك؟ مستحيل عيش معه كأنه مو صاير شي. مين هي هاي المرأة؟ هاي هي المفاجأة يا مولاي. طلعنا مقاويين حي عنا ومو دريانين. الست فريال أمرتهم يحبسوها، رح تتعاقب بس يجي الوقت المناسب. مولاي إبراهيم باشا مو موجود. جيبوا لي إياه من تحت الأرض. قالوا لي راح على مقر الجيش يا مولاي السلطان، إذا بدك ببعث الحراس يجيبوه. أكيد أنت بتعرف كل شيء يا نصوف أفندي، صحيح إنه السلطانة هيام استلمت إدارة الحرملة؟ مزبوط يا باشا، الله يجعله خير. آمين، بس يعني كيف صار هيك فجأة؟ جميع انتباه! كأنه هذا الباشا. وقفوا جميع التدريبات. ايه هو بذاته يا باشا. حضرة الباشا، اهلا وسهلا. مصطفى باشا. مور باشا. جهز حالك، رح ننطلق بالحملة فورا. باشا شوفي، مو على أساس بعد أسبوع أنه ننطلق؟ أنا غيرت رأيي يا باشا، رح ننطلق بالحملة فورا. أوامرك مطاع إبراهيم باشا. أنا الصبح رأى قلتلك فورا. شو ما عم تفهم أنت؟ أمرك إبراهيم باشا. نصوح تعال معي. أنت هلأ رجعي على قصرك، هالموضوع أنا بحله. شو رح تساوي مولاي؟ بفهم إنك ما رح تساوي شي بعد كل اللي ساوى. خديجة، أنت أختي الغالية، وبأكد لك إنه اللي رح يفكر يأذيكي رح يتعاقب. ما في حدا بالعالم كله قيمته عندي أكبر من قيمة سلالتي. ما رح تكوني غير مبسوطة. انت رح تقرري عقوبة ومصير إبراهيم، بس انا هلأ شايفك كتير معصبة،
صدقيني بهيك مواقف ما لازم تستعجلي ابدا، وعلى قد هالموضوع مو موجع لك قلبك الشر عم يطلع من عيونك. روحي على قصرك وفكري منيح مره تانية، فكري بحالك وبولادك ومستقبلكم. انا هذا بدي هذا القرار بيرجع لك خديجه، اذا بدك عاقبي او فيكي تعفي عنه، القرار رح يكون قرارك. وانا شو بدك بساوي؟ بس فكري. رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا، رح نموت كلياتنا. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا، رح نموت كلياتنا. ما رح يرحمونا. كلياتنا رح نموت، 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 ما رح يرحمونا. رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت. كلياتنا رح نموت، ما رح يرحمونا. رح نموت. يا الله، شو رح يصير هلا؟ ما فينا نعمل شيء يا نصوح، هذا هو قدرنا المكتوب. قدر شو يا باشا؟ الأمور كانت واضحة من الأول لوين رح توصل، وحضرتك بتعرف النهاية. باشا شوف، لأني بحبك وبحترمك لساتني ساكت لليوم. أنا طعتك بكل شيء، بس بتمنى أنه هالمرة تسمع كلامي. روح يا باشا، روح روح قبل ما جلالة السلطان يصير له خبر. احكي مع السلطانة واطلب العفو منها. اطلب العفو؟ انت شو عم بتقول؟ بدك ترجعون ما يقتلوني؟ ما بطلب العفو من حدا. نصوح، شايفني شخص عاجز ما بقدر اتحمل مسؤولية عملتي؟ انا ما قصدي يا باشا. ايه انا بقصد. كمل. السلطانة بتحبك يا باشا، والسلطان بيعتبرك مثل أخوه. هو مستحيل يقتلك، وخاصة إنكم ربيانين سوا. هذا الكلام مو مزبوط أبداً. هونيك بالقصر انهدر دم أصدقاء وأخوة. ليش اجيت لهون يا حضرة الباشا؟ كيف بتطلع على الحملة بدون ما تشوفه لمولاي السلطان؟ أنت عارفان ليش أنا رايح على الحملة؟ أنا رايح لحتى موت. حابب اني موت بشرف كقائد عم بيحارب بساحة المعركة يا نصوح افندي. فهمت هلا؟ وشو مشان يلي رح تتركن يا باشا؟ ولادك كلهم، والسلطانة خديجة و... أولى أولى ولا تنحرج ابدا. الست فريال مو هيك؟ وهي حامل كمان ورح تولد. يمكن أنا ما رح أقدر شوفه لهالولد ابنه، بس أنا حابب إنه يولد ورح يعيش. قريباً رح تطلعي من هون. ليش انت مين؟
ومين بعتك لعندي؟ بيقولوا لي أدري آغا، أنا جيت لهم بأمر من الباشا. أخيراً إجا حدا يخلصني من هدول الظالمين، يلا طلعني من هون بسرعة. طولي بالك شوي، رح أجي مرة تانية بوقت مناسب، استني هاي اللحظة ولا تساوي مشاكل، أهم شيء إنك تحمي الولد. طمني، وينه الباشا؟ شو عملوا فيه؟ يلا يا أدري آغا. ماشي، أنا جاي. أكيد حكيت له كل شي لمولاي وراحت عليه. لسه ما صار شي، لساتنا بالأول. ناهي الدوران، كتير مبسوطة بشوفتك، يعني صار لك مدة ما طلعتي من جناحك. قصة فريال أنت اللي دبرتيها؟ اتفقتي أنت وياها وحطيتيها بطريقه للباشا. لو كنت بعرف إنه الوزير هيك لكنت ساويتها من زمان، ما توقعته هيك. للأسف خبى هالموضوع طول هالوقت، فاجأنا كلنا. بوعدك إنك تتحاسبي على اللي عملتيه هيام. أنتي ليش لساتك هون بالقصر؟ ما كنتي على أساس بدك تروحي على منسة لعند ابنك؟ وين الأمير لهلأ؟ ليكون لساته نايم بالعسل. بشير آغا، عم نمزح يا باشا شباب، مو كلنا منعرف إنه الأمير لساته ولد صغير. مولاي السلطان سليمان كان أصغر منه وقت استلم العرش وحقق إنجازات كبيرة، والعالم هلأ كله تحت أمر سلطاننا. صحيح الحكي، وقتها ما كان في غيره يعني وحيد. إيه بس هلأ هو مانه وحيد، في غيره أربع أمرة. سكوت يا بشير وهالحكي لا تعيده. يا بنات لا تلتهوا عنا شغل كتير. ست نعمات تفضلي. ست جينان، بتجهزوا أفضل الجواري مشان هاي الليلة، بدنا الأمير يكون مبسوط وما ينقصوا شي. هذا أمر من مولاتي السلطانة، حابة يصير عنده أولاد بسرعة. لا تاكلي هم يا ست جينان، هالموضوع أنا رح أهتم فيه. يا جناب الأمير، صار لي كتير ناطر وصولكم، جيت وشرفتنا يا مولاي. عبدكم المأمور بشير آغا دائما بخدمتكم، الله يديمك فوق راسنا يا جناب الأمير.
طولي بالك، رح تكوني بخير، صدقيني رح تكوني بخير. كيف؟ ونحن هلا صرنا عبيد، رح يؤذونا. لا ما رح يؤذوكي، بدك ترجعي على بيتك؟ ايه اكيد. شو اسمك؟ سيلفيا. سيلفيا؟ مشان مين كل هالدموع؟ اكيد كل هالدموع مو مشانك، ما هيك؟ زعلانة على اخواتي، لساتهم اولاد صغار، ضلوا لحالهم بالبيت وما في حدا معهم يهتم فيهم. انا لازم اهرب من هون، لازم اروح، ما فيهم يعيشوا بدوني. طيب اهدي وطولي بالك، انا بدي ساعدك تهربي من هون. طيب كيف؟ رح شوف، اكيد رح لاقي شي وسيلة. خذوها النيمون. حبيبي مولاتي، هاي المرة الأولى اللي بسافر فيها من دون ما ودعك، لأنه هي آخر مرة رح نفترق فيها. ما رح أرجع أشوفك مرة تانية. أنا حالياً مجبر إنه أتقبل هذا الشيء بكل نتائجه السيئة حتى لو كان أليم. طالما الطلاق هو رغبتك ما رح أمنعك، وروحي ما رح تتألم حتى لو أصدرتي فرمان بقتلي، لأنه أنا ماني ندمان على أي شيء عشته وساويته يا مولاتي. زماناتي تركت كل شيء ورجعت على برقة بس مشانك، وهلأ رح روح لهنيك وابني حياة جديدة لحالي. طبعاً إذا ما متت وضليت عايش، أنتي وولادي بأمانة الله يا مولاتي. طريقنا من ديار بكر على حلب، وبهي النقطة رح ينضم إلنا حلمي باشا والباقيين، وبس نجمع كل الجيش رح نروح على بغداد. وطبعاً هداك اللي اسمه طهماز رح ياخد نصيبه منيح ويتعاقب على أفعاله الوسخة، هو وكل الناس اللي عم يتعاملوا معه كمان. أكيد ما في شك يا باشا، بس طهماز نحن ما منعرف وين متخبي، ولهيك نحن لازم نبذل كل جهدنا لحتى نعرف مكانه. وإذا ما لقيناه؟ والله يا مصطفى باشا وقتك كل العالم رح يشوف ويعرف إنه اللي عم يدير الدولة الصفوية شخص جبان. حضرة الباشا. يا أهلا وسهلا، اسكندر شلبي بذاته؟ أول ما وصلني الخبر إجيت. لشو العجلة يا باشا؟ شفت هالشي مناسب، جبت المرافقين اللي طلبتهم منك؟ بالوقت الحاضر في 30 مرافق بخدمتك. مصطفى باشا نحن كم مرافق طلبنا؟ المفروض 110. وين الباقيين؟ رح ينضموا إلنا بعدين مع حضرة مولاي السلطان. اسكندر شلبي، أنت بتعرف إنه عدم تنفيذ الأوامر يعتبر جريمة كبيرة، وخاصة خلال الحملة. العفو يا باشا، بس أنا لا لبرا. وأوعك تفوت لهون بدون ما أسمح لك. ديروا بالكم منيح، إبراهيم عم يدور على أي فرصة لحتى يتخلص مني. لا تأكل هم يا باشا، أخذنا كل التدابير. خذوا كل احتياطاتكم مشان أمن إبراهيم باشا، تعرف طريقه حيكون طويل وما بدنا أي حدا يعتدي عليه. فهمت عليك. إيه كمان حاول تعرف شو اللي خلاه يعجل بالسفر. أمرك يا باشا. Thank you.
سلطانة؟ تركيني واطلعي لبرا. اجت السلطانة ناهي الدوران لعندك. دخليها. سلطانة، سامحيني إذا ضايقتك. آسفة كتير ناهي الدوران، بس أنا تعباني. اسمعيني مولاتي، ضروري تعرفي كل شيء. ليش شوفي؟ شو الموضوع؟ ويا مورا موضوع ألفت. خططت حتى تصير مسؤولة الحرم لك. أنا مو ناقصني اسمع أي شيء عن مشاكلكم، مشاكلي كافيتني. هي مو بس مشكلتي لحالي، هاي المشكلة بتخص السلالة يا سلطانة. إذا بتطلقي لإبراهيم باشا وقتها بتكوني عم تخدميها لهيام، صدقيني. يعني ليش إجت وحكت لك؟ لأنه كتير بتحبك مثلاً؟ لا، ساوت هيك لتتخلص منه يا سلطانة، وهذا هو اللي بدي إياكي تعمليه بالضبط. مو مهم مين هو اللي خبرني، المهم إنه هاي هي الحقيقة. ما السلطان كمان عمل معي هيك، فيك تعتبريها نزوة وتسامحي عليها سلطانة. لا تقارنيني فيك يا ناهي الدوران، أنا مو مضطرة أتحمل هيك موضوع أبداً. مضطرة تتحملي مشان ولادك سلطانة؟ معقول كل هالحب الكبير ينتهي هيك؟ حب شو هاد؟ خدي شوفي شو كاتب الباشا هون، مانو ندمان على عملته أبداً، عم يتكبر علي بدل ما يطلب مسامحتي ويعتذر مني. أنا ما عم قلك سامحي، أكيد هو لازم يدفع الثمن. عاقبي وخلي يصير محروم من مرة حلوة مثلك. بس لا تطلقي سلطانة، لأنه هالشي ما بيخدم غير هديك الحية. لو حكمتي عقلك مشان تحفظي كرامتك، هيام ما كانت أخذت مجدها. سلطانة بكفي ناهي الدوران، فيكي تروحي.